الشخص اللي بريكوا ده عمل تجربه غريبه جدا، هو انا مش عارف الفكره دي جات له منين، بس تعالوا نشوف. الشخص ده يا جماعه عم يتشحن ايفون وعايز يوصلهم بموبايل واحد بس. ممكن انت دلوقتي تقول طب ازاي؟ تعالى انا اوريك كل التفاصيل. بصوا يا جماعه، عم يتشحن وبدا يقطع اطراف كل شاحن. المهم وصل 50 لوحدهم و50 لوحدهم، وكل 50 لهم طرف واحد. بعد ما جمع الطرفين دول هيوصلهم في وصله واحده بس علشان يبقى هو شاحن الموبايل. طبعا دلوقتي بتسال نفسك هل الموبايل هيستحمل كميه الشواحن دي؟ عايز اقول لك ان الموبايل بياخد نسبه معينه بس اللي هو عايزها، مش ضعف كميه الطاقه اللي داخلاله. المهم الشخص ده جاب موبايلين فاصلين خالص، وحط واحد على شاحن عادي وحط واحد على الشاحن اللي هو عامله، وشاف انه هيشحن اسرع. المهم وصل موبايل بالشحن العادي وموبايل تاني بالشحن اللي هو عامله، ما تقلقش مش هينفجر. بعد ما اتفرجت على الفيديو معايا تتوقع انه هيشحن اسرع.